حبيبي يلا. طب واحده واحده ماشي، هنحاول نفهم. ده لحم الرحم، ده لحم الرحم خلاص، ده المهبل، القناه بتاعت المهبل اهي، ده غشاء البكاره، ده غشاء البكاره. عمليه الجماع بتحصل هنا، الغشاء ده يتقطع، الغشاء ده اصلا من غير ما يتقطع، من غير ما يتقطع في فتحه صغيره، لازم يبقى في فتحه. ليه؟ عشان هنا ده يعني انا هنا دخلت المهبل، دخلنا ده عنق الرحم، دخلنا بعد كده لحم الرحم خلاص. لحم الرحم ده فيه هنا بطانه، فيه هنا ايه؟ بطانه. البطانه دي كل شهر مستنيه عيل، مستنيه بيبي يحصل. ازاي يعني مستنيه؟ ان بيحصل جماع فيطلع السائل المنوي ويطلع لفوق، هنا عندي انبوبه وهنا انبوبه ثانيه، وهنا عندي مبيض وهنا مبيض. المبيض ده هيرمي بيضه، البيضه دي تتشفط زي الزلومه كده بتاعت الفيل ببساطه، تدخل هنا، يخش الحيوانات المنويه هنا، يجتمعوا هنا، هنا حيوان منوي مع بيضه، يعملوا عيل. العيل ده يمشي يتزرع هنا. طب ما اتزرعش، مفيش عيل، ما حصلش حمل، ست ما حصلش حمل، مش متجوزه مثلا، ما حصلش حمل، تطلع بيضه مستنيه راجل يتجوز عشان يجي يلقح البيضه دي، مفيش، مش موجود. فتتكون البطانه دي عشان رب العالمين في انتظار جنين تتزرع عليه ويطلع اهداب ترشق في الاوعيه الدمويه اللي موجوده هنا دي، اللي ربنا بيخلقها بالهرمونات بتاعه الست، ودي اغلى حاجه عند الستات في الدنيا. يعني انت عندك رحم، عندك مبايض، عندك ده، وده حصل فيه التصاقات او اتقفل ولا له لازمه، بقت ارض بور مفيش خلف. دي اغلى حاجه في حياه البني ادمين، ولو خدنا دي وطلعناها بره ورمينا عليها عيل ممكن يطلع، لو اتعمل بعد كده حاجه، يعني لو اتعمل افكار، لان في مشاريع بتتعمل بره، مشروع البلاسنتا او مشروع اللي هو المشيمه، ومشروع ان ازرع عيال في ارحام اسماك قرش او حاجات تانية، يعني كده في افتكاسات اتعملت في العالم. اهم حاجه فيها ان البطانه دي اللي هي الارض الخصبه، ان يزرع عليها عيل. طب هل العيل ممكن يزرع في حته تانية؟ طبعا العيل ده لو لقى دم ولقى حاجه يعرف يزرع نفسه فيها، ممكن يتزرع في الانبوبه فيعمل حمل خارج الرحم، يكبر في الانبوبه دي. ما ينفعش، ربنا حاطط له هنا مكان عشان يعرف يكبر فيه، هنا ما فيش، تنفجر ويبقى اسمه حمل خارج الرحم، وممكن تحمل على القولون وممكن تحمل على الكبد. عشان كده انا مؤمن واي ثينك واي بليف ان العيل القوي اللي بنختاره الصح في الحق المجال، العيل القوي بيتزرع ايا من كان فين، والناس بتحمل في اي حته في الدنيا، ان شاء الله بيحملوا في العربيه. يعني مش لازم الناس تيجي لي، ممكن طب لو خدنا الوضع الفلاني وخدنا الوضع العلاني، في عيال بتيجي في العربيات. نرجع بقى لموضوعنا خلاص، انا هنا مستني ان يبقى في بيبي، مفيش، فخلاص تنزل الدوره، يقوم نازل الدم ده كله عن طريق فتحه الدوره اللي هي هنا. البنات لازم احترم الحته دي عندهم، وانا كدكتور دكتور مجتمعي، فانا عندي النهارده حاله، الحاله دي كونت ورم من دوله خليجيه وعيانه من الخليج ومن دوله مرموقه في الخليج، وقررت، بصوا المعاناه بقى، البنت زي القمر، اهلها كلهم جايين، راحت لكل الاطباء، عندها ايه؟ بص بقى معايا عندها ايه؟ ادي هنا ده طلع لها هنا ورم، الورم ده شويه بدا يدلدل، فبدا يطلع الورم ده يخرج ويدلدل ويخرج لبره، ويبقى الورم ده عامل كده. شايف الورم ده عامل ازاي؟ ورم مش حته 6 سنتي، حاجه كده ملت المهبل عندها كله، وكل شويه يا عيني البنت دي في هنا خراطيم دم، تنزل دم، انا بس يعني عشان ما معيش الوان تاني، تنزل دم كتير ياما، لحد لما البنت دي كل الورم ده عمال ينزل منها دم، البنت بتتصفى. علاوه على هنا كمان في ورم في لحم الرحم، يبقى ورم جوه التجويف، سدله التجويف، ورم هنا، ورم تاني داخل طلع من الرحم، ورم ليفي، وبدا يضغط على القولون والاحشاء، ورم تاني هنا. شوف بص الرحم اتملى كام ورم، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته،
وفي كمان كانوا صغيرين هتشوفوهم في العمليات اللي بيتفرج على عملياتنا، اللي طبعا بقت السوشيال ميديا صعب انك الناس تتفرج على عمليات بنحطها كلها على اليوتيوب اللي عاوز يتفرج. فراحت لكل الدكاتره قال لها بصي مالكيش نحل نهائي. يعني في بعض الدكاتره تيجي تقول لك احنا هنخش من غشاء البكاره من الفتحه الصغيره دي بالمنظار، واحنا عندنا مناظير متقدمه جدا وهنوريها لكم في عمليات بنخش منها، لكن لو كان الورم ده صغير. هنا الاسره قالت لك مش عاوزه بنتي تتمس من تحت نهائي، كومبليتلي نهائي غشاء البكاره بتاع بنتنا ما بيتلمس. في الحالات اللي زي كده بنحط بلاستر بره هنا عشان ممنوع اي حد خلاص طالما دي رغبه العيان ولازم احترمها. يا عم ده مش في الطب، يعني لو هجيب الجايد لاين واجيب الاسس واجيب الكتب العلميه واقول ان انا لازم اعمل كده ولازم اني افتح غشاء البكاره اعمل ده، طب ما انت دكتور مجتمعك وما تقدرش انك تعمل حاجه ضد مجتمعك، ودي من الحاجات اللي لازم تحترمها في رغبه العيانه. وهنا يجي دور التكنولوجي، التكنولوجي وده محاضره من المحاضرات الهامه اللي ربنا يكرمنا هذا العام بنقولها في الجمعيه الامريكيه. دكتور مجتمعه، ازاي الحالات الصعبه دي ان احنا نحقق لها رغبتها ونعمل حاجه كويسه. فدخلنا بالمنظار من غير اي فتح بطن، لان بنت وانسه وعايزه تتجوز، ولو مجرد اتفتحت من هنا هيجي واحد يجي يعني زوج خطيب بتاع يقول لك ايه ده؟ هو انت كنت عامله عمليه في الرحم؟ هو انت كان عندك مش عارف ايه؟ لكن انا لما بعمل بالمنظار مفيش فتحه. وما باجيش تحت خالص جنب غشاء البكاره، الله ما عملت ايه؟ خش بالمنظار من فوق. بفتحه نص الى 1 سنتي. وطلعنا كل الاورام دي بالمنظار بادوات متقدمه من الفتحه الصغيره دي. ما انا عملت في المصيبه دي ايه؟ اقول لك. بنيجي نفتح فتحه هنا نسلك كل المثانه اللي هي اللي موجوده هنا. دي المثانه اللي فيها البول، والبول ده اللي بيخرج على بره. ده دي فتحه البول، دي فتحه الجماع، وهنا دي فتحه الشرج. باجي ادخل قصيت الاورام دي وخرجتها، واجي ادخل هنا ابعد المثانه دي وادخل هنا من فتحه وافتح المهبل من فوق في جراحه جميله ونادره، وهوريها لكم عشان تشوفوها كمان للتقنيات على اليوتيوب. تخش تتفرج عليها لو عندك قلب تتفرج على العمليه. واطلع ده واقلب الرحم واخرج ادخل بالمنظار ده اجيب الورم ده اكله من جدره من غير ما المس او اجي خالص جنب غشاء البكاره حفاظا على شكل البنت كانثى من هنا، وحفاظا على الغشاء بتاعها، واحتراما لهذه الرغبه. واحده من العمليات اللي انا فخور ان انا عملتها، وناس ساعدت اهلها اللي بره، وكميه الفرحه اللي فيهم دي تجعلني ان انا بشتغل الشغلانه دي. هي الفكره انك بتشتغل الشغلانه دي ليه؟ بس شكرا.